ثواني يا احمد. اخي ما ادري ليش دائما تصير معايا زي كذا، لما يكون مثلا باقي لي 100 على اليو في او مثلا 100 على الصاروخ او 100 على شيء او 50 حاجه اموت، ما ادري ليش، ما ادري ليش مش بموت من اول. شو قرب هذي انا سمعت احد ورايا ولا ما اقدر يقتلني. الله قلبت عليه قلبه. لا شيت كانت حتظبط ربك. اكذب عليه بس ما مشي عنده برم ادمي برم جدي يا رجال. في حاجة بيتر بس ما ادري مين والله. هاي 75 على اليو في يا حبيبي. انا فريق على اليو في كلها كانت اليو في ولا هذا الترجمه شوي. باقي لي 5 على الهيتر. نشوف نقدر نجيبه ولا كالعادة نموت. اوكي شوف باقي 4 و5. باقي لي 380 يعني 3 اشخاص واسست. اوه سنتري حركات. شكلي بحطه برسبونه من هناك. حط يا وحش شارت الاول شارت الثاني. اوكي تعال وحش ابلع. باقي 230 على السنتري على الهيتر. شالت لي السنتري واحد. شفت انا واحد باقي لي 80 على السنتري. بس نرجع واحد باقي لي 80. ولي ما مات ولي. الحمد لله قربت عليه عنده مارشال الكلب. يقتلني. هاي تلات على راسه مسكين. والله صدق تدري يا رجال. روكس محترم.
آه بأخذ سلاح من الأرض راح أحطه على السنتري منه مالتي. هذا مشكلة. أهم شيء استفدنا منه كثير يعني. باقي لي 170 على الوفي. زبل وحش. طلعت عليه بس يا أخي ما يموت. ولا إيش ذا؟ والله السنتري يعتبر يا رجال. هلا. هذا مرته. لاك شوف النت كيف. اخ يا قهرك والله تحشيله بس هو الهوست المشكله هو الهوست اتوقع خاب ظني يعني get package neutralized ياش الثاير ما شفته بس وين يلحقونا وين يعني احنا ب 94 هم 60 ما اتوقع يلحقونا مره بعيد يا اخي يبغالهم هيته ورابط وسنتري يبغالهم ريث ورابط كمان والله مشوار وباقي اثنين قتلتين خلاص انتهى جاء لا كنت حقتله بس ساق حظ والله كانت تحت راسه بس يعتبر بدأت بزيادة يعني ما شاء الله 28-8 الرج حقي 3.50 يعتبر بدأت هم والله نجلد جلد الله وكيلك مصاحي